السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي وصفات شهي بدون جلوتين. مرحبا بالاخوات لاول مره كيزوروا القناه ديالي. اليوم غنحضر معكم ورقه البسطيله خاليه من الجلوتين، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتصدق معكم. بالنسبه للمقادير عندي هنا كاس ديال الطحين، كما كتشوفوا هنايا كاس ديال العنبه، وهذا الكاس اللي غنعبر به الماء غادي تشوفوا شحال غنعبر معكم، يعني شحال غندير. هنا بالنسبه للزبده استعملت الزبده هذه سون جلوتين، المهم اللي ما متوفرش عنده ممكن ما تستغناو عليها. ذوبت انا مع شويه الزيت باش ندهن بها الورقه. هنا بالنسبه للبنات شحال وحده كتسوني على باش كنخدم، ممكن تخدموا بهذو بجوجهم، راه متوفرين. هادي عند المحلات اللي كيبيعوا 5 دراهم، وهادي راه عند الدروغري اللي كيبيع لك الشيتات والصبايغ وداكشي. وهنا بلاستيكه باش غندير الورقه، صافي ونزله فيها غندير الخليط. المهم خليكم مع الفيديو باش ان شاء الله تنجح معكم الوصفه. المهم البنات هنايا غادي ناخذ الطحين كما كتشوفوا، غنديرو في هذا الخلاط. المهم البنات بالنسبه للعبر هذا راه كيعطيكم تقريبا المهم شي 10 الورقات ولا 9، المهم على حسب المقله. بالنسبه للماء كما كتشوفوا انا غنستعمل الكاس الاول، وهنا غنضيف غير نص كاس حيت شحال من اخت كتقول ديري جوج كيسان، انا كنضيف غير كاس ونص الماء. هنا البنات نسيت معكم ما ذكرتش الملحه، الملحه ضروريه كما كتعرفوا. وما غندير غير قبيصه صغيره، وغندير واحد القطره ديال الزيت، هادو ما ضفتهمش معكم. المهم انا غنطحن حتى نشوف. المهم البنات هنا زدت واحد شويه الماء حيت بانت لي بحال الخليط ثقيل. المهم انا ما كملتش جوج كيسان كما قلت لكم، تقريبا كاس كاس المهم كاس الماء وكاس لارب الماء اخر. المهم البنات هاك الخليط انا غادي المهم البنات انا من بعد ما خلطت الخليط ديالي كما كتشوفوا كيجي على هذا القوامه هذا هو. المهم انا غنشعل واحد المقله اللي ما كتلصق، غادي غادي ندهن فيها الخليط كما كتشوفوا. المهم البنات هنا نحاول نزل المقله من فوق البوطه ونبدا ندهن. المهم البنات انا ما نقيسوهاش حتى تهز بوحدي، يعني اون فوا كتبان لكم هنا كطلع راه غادي راه غادي تبقى تحيدوها بشويه بشويه. هانتوما البنات شفتو يعني غادي تحيدوها بسهوله. انا راه كنت وجدت وحده قبل، الورقه تكون مغليضه شويه لحقاش الا درناها رقيقه كتقطع لنا في البسطيله في البريوات. حيت شحال من اخت كتعطي المقادير الورقه يعني كتصدق ليها، ولكن كتعطي ديك جوج كيسان الماء وكاس ديال الطحين، وشحال من اخت ما كتصدقش ليها واخا كتجرب نفس المقادير. المهم تبعوا الفيديو وغادي ان شاء الله تصدق لكم ورقه بسهوله. كما قلت لكم انا كنحاول نغلظها باش ما نضوبلش الورقه ملي بغيت نخدم بها. المهم البنات غادي نكمل حسن نسال الخليط ديالي كامل ونرجع معكم ان شاء الله.
المهم نفس الطريقه اللي غادي تبعوا في انفو تحيدوا دهنوا وغطيوا باش داك السخونيه ترجع في الورقه وتبقى رطبه. هانتوما البنات شتي كتهز بوحديتها ها بسهوله وضروري دهنوها مزيان لحقاش كتلصق مع بعضياتها وكتقطع بهاد الاحياء لما قديناش مزيان يعني ما دهناش ليها مزيان. هنا البنات من بعد ما ساليت الورقه كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا هو يعني كتجي ساهله بالخدمه وكما قلت لكم تسدوا غير الخاطر وتحلوها بشويه بشويه حتى تخدموا بها. هنا عطاتني واحد الكميه ما بهاش يعني كافيه كما قلت لكم حلوها غير بشويه يعني بالخاطر كتبغي وكان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تجربوا يعني الورقه واللي ما عرفش شي حاجه تخلي لي ميساج في التعليق وين الفيديو اعجبكم وتخليوا لي تعليق زوينه بحالكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش نزيدكم مزيد من الفيديوهات ان شاء الله. تهلاو في راسكم الى فيديو اخر.